معنى كلام مولانا ابن عطاء الله السكندري: إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفس. يعني إحالتك أيها المريد، أيها الإنسان الصادق إن كنت صادقا، أي إحالتك وتأجيلك الأعمال على وجود الفراغ من أعمال الدنيا التي أنت فيها أو من أشغال الدنيا، ذلك من رعونات النفس، أي من حماقاتها. لماذا؟ لأسباب كثيرة. أولا، لأن في ذلك تفضيل وإيثار للآخرة، للدنيا على الآخرة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بل تؤثرون الحياة الدنيا كده يعني والآخرة خير وأبقى. هنقف هنا حتة صغيرة. هو الشيطان قال لسيدنا آدم إيه لما غر هو وحواء يأكلا من الشجرة؟ ما نهاكما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ما مشكلتنا في الحياة؟ فاهم إن هو هيخلد، فبقول بكرة. لا، ده هو المسألة خالصة. العمر قصير. فإذا هي دي السر، إن الإنسان عنده في داخله اللي هو وهم الخلود. وهم الخلود مش في البشرية، وهم الخلود في الروحانية. الروح هي اللي بتبقى خالدة، وبالتالي عشان تبقى خالدة حافظ عليها تبقى روح. فهنا معنى كلام مولانا ابن عطاء الله: أولا يا أيها الإنسان، لا يجب أن تؤجل أعمال الصالحة، الأعمال الصالحة، إحالتك وتأجيلك الأعمال الصالحة إلى أن تفرغ من أعمال الدنيا، ذلك من حماقات النفس ورعوناتها. لماذا؟ لأنه أولا ذلك إيثار للآخرة، للحياة الدنيا على الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا. عشان كده قال لنا إيه الشاعر: فما قضى أحد منها لبابته من الدنيا، فما قضى أحد منا لبابته، ولا انتهى أرب إلا إلى أربي. غرض يعني ما بينتهيش الغرض إلا الغرض، حد يعني ما بيخلص طماع. ما حدش بيشبع. كانوا بيعلمونا زمان في الأمثلة البلد، يقول لك ما بيملاش عين البني آدم إلا التراب. فما قضى أحد منها لبابته، ولا انتهى من أرب إلا إلى أربي. دي أول إيه؟ أول حاجة لازم نشوف السبب في إيه؟ إن فيها إيثار للحياة الدنيا على الآخرة. تاني حاجة لازم نعرف أن من علامة العقل، يعني من علامة الحماقة العكس بقى، من علامة العقل انتهاز الفرصة في العمل، أي العمل الصالح، ومبادرة العمر من غير تسويف، لأن العمر بيجري. وما متاع الحياة وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. خلي بالك من الغرور، ما تغترش بالعمر ولا بالزمن. لماذا؟ إذ ما فات منه من العمر لا عوض له، وما حصل له وما حصل منه لا قيمة له من العمر. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه في الحديث الصحيح، في الحديث الحسن: وأن من علامة العقل التجافي عن دار الغرور. من علامات العقل التجافي عن دار الغرور، ما تغترش بالدنيا. والإنابة إلى دار الخلود الآخرة، والتزود لسكن القبور، والتأهب ليوم النشور. وقال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت لبكرة، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وفي صحف إبراهيم على نبينا عليه السلام: ما لم يكن مغلوبا على عقله، على العاقل، في صحف سيدنا إبراهيم يقول فكذا: وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعات. قسم الوقت اهو، ساعة يناجي فيها ربه عز وجل،
وساعة يحاسب فيها نفسه. ثلاثة، وساعة يتفكر فيها في صنع الله عز وجل. أربعة، وساعة يخلو فيها بحاجته من المطعم والمشرب.